في بيان مطول، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها عن الأمر، اللاعب الألماني مسعود أوزيل أعلن اعتزاله اللاعب دوليا، عازيا ذلك إلى حملة من الانتقادات شنها بعض الأشخاص المناهضين المهاجرين إثر خروج ألمانيا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم في روسيا. أوزيل ببساطة قال: بقلب حزين وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع منتخب ألمانيا على المستوى الدولي في ظل شعوري بالعنصرية وعدم الاحترام. أوزيل يقول: المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الألماني تجعلني لا أرغب بارتداء قميص ألمانيا. أنا ألماني حين نفوز ومهاجر عندما نخسر. تعرض أوزيل لجملة انتقادات بسبب صورة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أثار تساؤلات أو الأمر الذي أثار تلك التساؤلات حول مدى اقتناعه بالقيم الديمقراطية الألمانية، ورد حينها إنه التقى رئيس موطن والديه احتراما وليس له علاقة بالانتخابات أو السياسة على الإطلاق. ونشر أوزيل في بيان عبر حسابه على تويتر أنه تعرض لانتقادات من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، خاصة من رئيسه رينهارد غريندل الذي لم يستمع لوجهة نظر أوزيل حول أصوله وثقافته وظل يتحدث فقط عن آرائه السياسية. أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية دخلت على خط تلك الأزمة عبر هذا التصريح لمستشارتها، تقول: أقدر أوزيل وأحترم قرار اعتزاله اللاعب مع المنتخب، لكن أوزيل لم يسلم من الانتقادات اللاذعة بعد اعتزاله، فقد وجه له رئيس نادي بايرن أولي هونس هذا التعليق. يعلق أونس: أنا سعيد بأن الرعب قد انتهى، لقد لعب لسنوات بشكل أحمق، وآخر مباراة ثنائية فاز فيها تعود لما قبل كأس 2014. الآن يخفي أوزيل نفسه وأداءه الرديء وراء هذه الصورة. ويضيف أولي: يجب اختزال الأمر إلى جوهره الحقيقي، إنها الرياضة. رياضيا لم يكن مكان أوزيل في المنتخب الألماني. مسعود أوزيل لاعب فريق الأرسنال الإنجليزي، يلقب بصانع الألعاب الألماني، وقد تم اختياره كأفضل لاعب للعالم 5 مرات من قبل المشجعين منذ عام 2011. نتعرف على تاريخ أوزيل مع المنتخب الألماني في هذا التقرير.